عزيز مكال مدير جريدة الشعاع جهوية تتصدر من مدينة سيدي قاسم. احنا تنصدروا جريدة باش نحاولوا نساهموا في التنمية ديال المدينة ديالنا اللي تربينا فيها وتزادينا فيها وقرينا فيها ولعبنا فيها، تنحاولوا نرجعوا لها شوية من الجميل ديالها، واللي يعني هي الآن في واحد المرحلة اللي محتاجها باش كل شيء يوقف معاها، كل شيء يتضامن باش يرد لها شوية ديال الاعتراف، وثقافة الاعتراف هي اللي تقريبا مازال تنقصنا في هذه المدينة هذه. تيلزمنا كاملين نضامنوا، وكأولاد سيدي قاسم خاصة الجمعويين وخاصة الناس السياسيين والمثقفين ولهذا، باش نرجعوا لها على الأقل أي داكشي اللي خسرنا منها من قبل، اللي كان يعني ثقافيا ورياضيا، لأن كانت رائدة هي على المستوى الثقافي ولا على المستوى الرياضي. الآن سيدي قاسم تبدو كمدينة يتيمة، ما عندهاش مواليها، ما عندهاش مواليها في الوقت اللي هي نجبات وعطات. لا سمحتوا لي نذكر مثلا على المستوى ديال العمال والولاة، عندنا 5 ولا سيدي قاسم، عندنا على مستوى الرياضة عندنا 3 ولا 5 تاع المدربين، الأطر العليا مجموعة ديال الناس، وسيدي قاسم كاين اللي دكاترة، كاين أساتذة جامعيين داخل وخارج المغرب، وسيدي قاسم تتعاني. أنا من موقعي كجريدة جهوية تنحاول نجيب الخبر ونعطيه للقارئ ونعطيه للناس في الجهه ديالنا، ونعرفوا تنتهز الفرصه باش نعرف على سيدي قاسم هاكي كانت اشنو خصو يكون. تنحاول بواحد اللغه، تنحاول يعني نفيق شي ناس باش يحاولوا حتى هما يرجعوا يقولوا راه عندنا مدينه، عندنا انتماء. عاوتاني نرجعوا نهضروا عاوتاني على ثقافه الانتماء، الانتماء سيدي قاسم مشى ما عرفناش هادشي كيفاش نزل، والناس الجمعويين والناس اللي تيشتغلوا في الميدان ربما راه يهضروا بشكل اعمق مني انا في هذا الموضوع هذا. تنتمنى بهذا المشروع يمكننا نلقاو يعني شي حل ولا شي هذا، باش نبينوا سيدي قاسم ونسوقوا الوجه الحقيقي ديال مدينه سيدي قاسم، لا الموقع ديالها ولا التاريخ ديالها، ولا كمدينه مناضله وعطات اسماء واسماء. تلزمنا سيدي قاسم ونرجعوها، وما كاينش شي مدينه، ما كاينش شي مدينه اللي برزات على الساحه الوطنيه ولا الدوليه ما كانوش موراهم الناس ولادها، ولاد ديك المدينه هما اللي هزوها. حنا مع كامل الاسف الناس اللي عندنا هنايا في سيدي قاسم اللي وابناء سيدي قاسم كلهم تنكروا المدينه سيدي قاسم، وهذا هو الخطير، انهم مشاو لمدن اخرى، انهم استثمروا في مدن اخرى، ما بقاش يجيو هنا الا في الاعياد وتيجيو بالليل وتيخرجوا، وهادشي اللي يمكن قالت السعادي. محمد الدليمي رئيس ودادية حي إسماعيلية بسيدي قاسم. هاد الحي اللي هو عنده تاريخ قديم، واللي كان يسمى جاردان سوزي، هو حي صغير يضم حوالي 107 ديال السكن، ولكن رغم ذلك في صعوبات كثيرة، صعوبة من حيث النظافة، من حيث الجانب الصحي. حنا هاد الأيام هادي قمنا بواحد أيام تحسيسية تحت شعار النظافة وعي ومسؤولية، وحاولنا من خلال هذا النشاط أننا نشرك الأطفال الصغار كما نشرك المسنين لكي نربيهم ونوعيهم بأهمية التربية في حياة الإنسان، لأن التربية، لأن النظافة هي تربية قبل كل شيء، لازم أنها تكون وعي قبل أن تتحول إلى سلوك يومي، سلوك يكون بصمة في حياة أي مواطن يقطن بهذا الحي. لهذا أشركنا جميع الأطفال وجميع المسنين في هذا النشاط، لأن الطفل حينما تشركه في أي عمل يحافظ عليه ويعتبره هو عمل خاص به. احنا في هاد الودادية نحاول أننا نقوم بواحد العمل اللي كان خص تقوم به في حقيقة الأمر تقوم به جهات أخرى مسؤولة، ونظرا لعدم قدرة هذه الجهات على تحمل المسؤولية ديالها اضطررنا أننا نقوم بالواجب ديالها هي، هذا الواجب ديال النظافة، لأن كان غياب ديال هذه الجهات هذا. ثانيا نحن لا نقتصر فقط على مجال، احنا ليست ودادية تخص فقط الجانب ديال النظافة، ولكن لنا أهداف أخرى
أهداف مثلا ما تخص القرب، سياسة قرب المواطن كالإنارة مثلا الماء الصالح للشرب، ولكن لنا أهداف أخرى إشعاعية، قيام بعروض تواصلية مع الساكنة في جميع الميادين. ولكن هذا العمل الذي تنقوم به هو مترابط بجميع ولا مرتبط بعمل جمعيات أخرى اللي تجي وتدعمنا، جمعيات ربما الاسم الآن ما حاضر لياش، ولكن جمعيات اللي تتقدم لنا الدعم، فنانين يقدمون الدعم من خلال رسم مجموعة من الجداريات بالحي. ختاما نشكر كل من ساهم في إنجاح عملية تشبيك الجمعيات سواء من بعيد أو قريب، ونقدم لهم تحية جمعوية لأننا جميعا في خدمة هذه المدينة المهمشة، هذه المدينة التي تلزمها جهود وتكاتف الجهود، والله الموفق. حسان جوهري، فنان تشكيلي، مدينة سيدي قاسم. الآن عندي منسق إقليمي للهلال بالهلال الأحمر المغربي بسيدي قاسم بالإقليم، والآن كنأطر المتطوعين في عدة مجالات، يعني في بالأخص الإسعافات الأولية، وأصلا كنشطوا في المدينة على أساس نرفعوا من المستوى ديالها في عدة مجالات. فبالنسبة لي أنا بحكم المهنة ديالي فنان تشكيلي، فكنساهم في رسم جداريات، في تعليم الأطفال الفن التشكيلي والقواعد ديالو، وكذلك أنا كنصار على تكوين المسعفين في الإقليم كامل. والآن عندنا مسعفين في المستشفيات كلها اللي كاينة في الإقليم، فتقريبا كل 3 شهور كنكونوا أزيد من 40 مسعف متطوع، وشاركنا في عدة مجالات. لأن كانت عرفت سابقا سيدي قاسم فيضانات، وكنا شاركنا بكثافة، وكنا متواجدين في عين المكان، ومتواجدين في الأماكن ديال الإيواء، وكنقدموا إسعافات، كنقدموا خدمات للمتضررين. المهم أننا حنايا هنايا من أجل هذه المدينة، وكنتمناو على أساس باش تولي شراكة ما بين 3 ديال العناصر اللي هما السلطة والجماعات المحلية والمجتمع المدني، لأن هذه الشراكة الحقيقية. فالجمعيات والمجتمع المدني تنحسوا هنا بأن كاين تهميش في القرارات وفي صنع القرارات، فكنتمناو ان باش ترجع يعني المياه الى مجاريها، على اساس ان المجتمع المدني يولي حتى هو شريك في صنع القرارات. فاحنا كنشوفوا بزاف ديال المشاريع اللي كدار في سيدي قاسم، والمشكل هو ان كنوليو نعاودوا نديروا اعاده ديال هذيك المشاريع، كتصرف عليها وكتضر عليها اموال كثيره، وكدوز واحد 3 سنوات ولا 4 سنوات، وكيولي يتم هدم هذاك الشيء اللي تبنى في 3 سنوات واعاده النظر فيه. فهذا ضياع. علاش؟ لان ملي كيكون غير يعني تخطيط من جهه واحده كيكون الفشل. فكنتمناو ان العمليه يدخلوا فيها 3 العناصر كيف ما قلت سابقا، هذه العناصر اللي هي السلطه والمجالس البلديه والقرويه، و كذلك المجتمع المدني بما فيه كل الجمعيات الفاعلة في هذه المدينة. وهذا هو المتمنيات ديالنا، لأن أصلا كل حاجة بالتخطيط ديالها. الاسم ديالي حسن بوعود، رئيس جمعية الغرب للتنمية، وهي جمعية تنشط على مستوى إقليم سيدي قاسم، وتنشط بالدرجة الأولى في مجال ديال التنمية البشرية، في المجالات 3 ديال التنمية البشرية اللي هي التربية والتكوين، ثم المجال ديال الصحة والمشاريع المدرية للدخل. هادو المحاور الثلاثة الأساسية، بالإضافة للمجال الآخر اللي هو التكوين ومرافقة الجمعيات الأخرى على الصعيد ديال إقليم سيدي قاسم. بالإضافة لهذا أنا عضو في اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية إندياش في إقليم سيدي قاسم. بالنسبة للأنشطة اللي تنقوم بها في الجمعية منذ التأسيس ديالها، يمكن التأسيس فعلي كان في 2005، كانوا عندنا برامج ديال محاربة الأمية في العالم القروي ولصالح المرأة القروية، وكان عندنا برامج ديال التربية النظامية، بالإضافة لبرنامج تغطي واحد الجزء مهم من الدائرة ديال سيدي قاسم بمجال
التعليم الاولي لصالح الاطفال ديال العالم القروي اللي ما عندهمش هذه الفرصه اللي هي متاحه للاطفال ديال العالم الحضري. بالاضافه للمجال الصحي عندنا انشطه صحيه سنويه قوافل طبيه سنويه تنبرمجوها على اساس انها تستهدف الساكنه الاكثر احتياجا في المجال الحضري وفي المجال القروي. يعني هادو بالاضافه للانشطه ديال التكوين اللي بديناها من سنه 2007، يعني مجال تقويه قدرات الجمعيات ديال المجتمع المدني. وحاليا حنا منخرطين في واحد البرنامج اخر اللي هو برنامج تقويه لتاهيل النسيج الجمعوي، اللي هو برنامج بشراكه بين المبادره الوطنيه للتنميه البشريه ووزاره التضامن وصندوق الامم المتحده للسكان بالاضافه لوكاله التنميه الاجتماعيه. هاد الشركاء دايرين واحد البرنامج اللي هو تقويه واللي حنا تنشتغلوا فيه من سنه تقريبا من هادو سنتين بالنسبه. ولكن مع ذلك مازال الخصص كبير على المستوى ديال المستوى يعني المستوى العمل الاجتماعي، مازال كاين نقص كبير في سيدي قاسم. وهذا النقص احنا بصدد يعني شخصنا ولقينا بان المشكل باش نقضيو على هذا الخصص هو اننا نوحدوا الجهود ديالنا على مستوى الاقليم من خلال اننا نخلقوا واحد شبكه قويه اللي غادا تكون عندها ادوار كثيره، منها التكوين ومنها المرافقه ديال الجمعيات، واللي مالها القيام بمشاريع مشتركه على صعيد اقليم سيدي قاسم. وفي نهايه هذه الكلمات نشكر الاخوان المشرفين على هذه العملات. شكرا. قنديلي انور سعيد من مواليد سيدي قاسم، تربيه اسره وطنيه. الهوايه والحب تاعي للعمل الجمعوي بدا منذ الصغار، و اعطاني عده امتيازات اللي اعطتني، علمتني كيفاش تكون انسانيتي، علمتني كيفاش نتعامل مع الاخر. عملت في عده مجالات ثقافيه وبيئيه ورياضيه، ختمت في الاخير بعد العزوف وبعد الظلاميه اللي ولات على سيدي قاسم، حاولت نكرس الجهد تاعي اخيرا في جمعيه الابهى بحكم ولاو عندي وليدات. من خلال هذه الجمعيه زادت قوات الخبره تاعي في العمل الجمعوي، حيث ان دركت وصلت بلا ان لا تغيير من دون او لا اصلاح من دون اشراك المجتمع المدني بداخل المنظومه التربويه. ومن هذا الباب حاولنا نخلقوا انا وعده اخوان وعده جمعيات اللي هي ترفد نفس الهم واللي تطالب بالاصلاح واللي تطالب بالثوره الهادئه الاصلاحيه، واللي تنشوف من خلالها بلا ان يمكن تعطي نظره جديده لهذه المدينه وتقدر تلعب الدور تاعها الريادي في الاعطاء النموذج الوطني، ولما لا النموذج العالمي. هذا كطموح بصفتي أؤمن بالكونية. وفي هذا المجال تنشوف أن كل شيء ممكن، لأن الفاعل الجمعوي واحد القوة كبيرة لا يحتاج إلا العناية أو الأذان الصاغية تاع المسؤولين. وفي غياب الديمقراطية أو ما يسمى حاليا بالديمقراطية التشاركية، في غياب هذه الأخيرة لا يمكن للفاعل الجمعوي أن يلعب دوره. وتنزيلا للدستور الجديد اللي أعطى واحد القوة، أعطى الفاعل الجمعوي قوة اقتراحية، تنطلب من الإخوان اللي حملنا على عاتقنا واحد الرسالة اللي غتاخذ اللي غنبصموا عليها واحد البصمة الخير لهذه المدينة، واللي غتعطينا واحد النفس قوي باش يمكن نحققوا المشاريع اللي كنا تنتوخاوها. وما التنزيل الجديد للدستور او ما الدستور الجديد الا شحنه واداه تفعيليه لبلوغ ما نريده. لكن للاسف ان نجد بعض الظلاميون لا زالون يؤثرون على العمل الجمعوي،
ولهذا أطلب من الله أن يكونوا صاغيين وأن ينخرطوا معنا في هذه الثورة الإصلاحية الجديدة. عبد الرحمن القاسمي فاعل جمعوي بمدينة سيدي قاسم. اليوم غنتحدثوا على واقع الفاعل الجمعوي بهذه المدينة هذه اللي أعطت الكثير فيما يخص العمل الجمعوي. الإشكال مطروح في واقع العمل الجمعوي في هذه النهضة اللي كيعرفها العالم كامل. كاين واحد الربيع اللي سميتو ربيع عربي وخصنا نستافدوا منها، لان في بعض الانظمه بدلت الاستراتيجيه ديالها فيما عاد عطات الحق للفاعلين الجمعويين لانهم اقرب وانسب لتحقيق التنميه في المناطق ديالها، لان اللي كيكون قريب للمشاكل اللي كيعانيها منها الساكنه هو الانسان اللي غيكون انسب باش يقدر يوصل ان ميساج، لانه هو اللي كيحس بهذوك الناس. لهذا خصنا حنا كفاعلين جمعويين نستافدوا من هذه الفرصه هذه، لانها فرصه، لان هادشي غيطفى واحد النهار، هادشي غيبرد، ولكن شكون اللي يبقى شاد هو الانسان اللي يعرف يتعامل مع الواقع ديال الجمعيات. بالنسبه لي انا كنهضر علي انا كفاعل جمعوي في الدومين ديال اللي كيخص العالم القروي والشباب ديال العالم القروي، اشتغلنا في بعض الاشياء اللي ما هو تنموي بالدرجه الاولى، هو ان اعطينا لبعض الاخوان في الجمعيه ديالنا فيما يخص التضامن حملات طبيه كثيره جدا، استفدوا منها العديد من الناس، وكانت متميزه بالاخص في ذوي الاعاقه، وعملنا في واحد المجال لانه مجال شويه قليل يعني بالنسبه للمنطقه، وهو مجال فلاحي، كان زرعنا بعض الاشجار ديال النوع ديال الخروب، وهذا الشيء كامل في هذه المدينه هناك اكراهات كنعانيو بزاف، لان السياسه ضروري كتكون عندها علاقه، الرجل السياسي تيكون عنده علاقه مع الفاعل الجمعوي، هذا الريزو كاين مقطع ما بيناتنا، ما كاينش واحد التواصل، هذا هو الاكراه اللي كنعيشوه هنايا حنا في مدينه سيدي قاسم، هو واحد الريزو اللي كيكون ما بينك وما بين الفاعل السياسي، لان الفاعل الجمعوي استفد من بعض التكوينات اللي دارتها الوكاله ديال التنميه البشريه، والفاعل السياسي كتلقاه غير مكون، وبهذا الشكل هذا كيعطي واحد التصادم. مثلا في مدينه سيدي قاسم حاليا هناك شبكه اللي كتعمل وكتسعى باش كتحاول انها تطور القدرات ديال المنطقه وتعطيها واحد الشكل اللي غتمشي فيه ان شاء الله المدينه ديالنا، اللي كينقصها بزاف ديال الحوايج فيما يخص التنميه البشريه. وكنشكروا الصحافه، لان بلا صحافه ما عمرنا غنوصلوا لوبجيكتيف ديالنا، وهذا الهم كامل كيوصل عن طريق العدسات، وكنشكروا الناس اللي كيعملوا في هذه المهنه لانهم هما الناس الوحيدين اللي كيقدروا يوصلوا لنا صوتنا، وشكرا. سعيد دماغ من مواليد 1968 بمدينه سيدي قاسم، فاعل جمعوي، عضو مؤسس لجمعيه لفرع سيدي قاسم لجمعيه حقوق الانسان، وعضو مؤسس لجمعيه النادي السينمائي بسيدي قاسم. في 2011 اسسنا جمعيه اطلقنا عليها اسم جمعيه خذ بيدي لذوي الاحتياجات الخاصه. هاد الجمعية الهدف الأساسي ديالها هو أنها تعنى بالأطفال الصغار اللي هما في سن التمدرس، الغرض منها هو تشخيص ديك الاضطرابات النفسية، الاضطرابات اللي كتكون عند الأطفال الصغار سواء فيما يتعلق بالإعاقة الذهنية أو الجسدية، والمحاولة ديال توجيه اباء واولياء هاد الاطفال الى اهل الاختصاص قصد العلاج، وبالتالي تيسير الدراسه ديالهم. الجمعيه حينما اسست سنه 2011 كان عندنا رهان كبير، هو انه كيفاش اننا نلقاو مركز ديال الايواء ديال هاد الاطفال المعاقين، وبالتالي الاستقبال ديالهم والمصاحبه ديالهم. كاين مركز استقبال وحيد في سيدي قاسم، تشرف عليه واحد الجمعيه اخرى حتى هي عندها نفس الاختصاص، الا انه يعني الملاحظ هو انه كاين مجموعه من الاطفال اللي باقين معني ما لقاوش اللي ياخذ بيديهم واللي يوجههم، وطرق
طرقنا مجموعه من الابواب لدى السلطات المحليه ولدى المندوبيه ديال الشباب والرياضه الى اخره والتعاون الوطني من اجل الحصول على هذا المكان بهذا المقر، الا ان جميع الجهود ديالنا لحد الان باءت بالفشل. للتذكير فالجمعيه تضم في العضويه ديالها دكتوره في الطب العام ومجموعه من الاساتذه المحامون الى اخره. الهم ديالهم الواحد وكانت الفكره من وراء الانشاء هذه الجمعيه هو انه الرئيسه ديال الجمعيه نتاعنا هي عندها واحد الطفل من العائله ديالها يعاني من الاعاقه، وعندها اشكال كبير في كيفاش انها تولج يعني المراكز الخاصه بالاستشفاء، ولكن يعني الصعوبه ديال انها ديال البحث على هذه المراكز هي اللي جعلتها انها تفكر في الانشاء ديال الجمعيه، وحنا معها بطبيعه الحال. لقينا مجموعه من الطلبات ديال العروض ديال مجموعه من الاباء والاولياء ديال التلاميذ الى اخره اللي عندهم هاد الوليدات ديالهم كيعانيو من هاد مجموعه من الاعاقات، ولكن يعني تدخلنا لازال محدود بحكم انه كما قلت ما عندناش المراكز شي مركز ديال الايواء نتاعهم. لهذا يعني نطالب السلطات المحليه بتوفير مركز الايواء لهاد الاطفال حتى يعني نستطيع الاشتغال بشكل يعني له جدوى وله اهميه بالنسبه لهذه الوليدات اللي احنا بغينا نتعاملوا معاهم. والسلام عليكم.